لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة ينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور أحمد، وزعتم في منظمة أم القرى وبتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين سلالا غذائية على النازحين في أربيل. الجديد في مبادرتكم هذه المرة أن السلال الغذائية تم توصيلها للعائلات في بيوتها. ما هي دوافع لجوئكم لمثل هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. كما تعلمون فإن الهيئة والتعاون مع منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية كانت لهما عدة حملات إغاثية لإيصال مساعدات الإغاثية وخاصة الغذائية والطبية الضرورية للمحتاجين. وبما أن العمل الإغاثي فيه أولويات، فقد كانت من الأولويات هو إيصال المساعدات الغذائية الضرورية والطبية أيضا للمناطق التي تعرضت للعمليات العسكرية وهناك عوائل محاصرة، كما حدث في مدينة الموصل وقضاء عانة وراوة والقائم. وأن الأولوية الثانية هو إيصال المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة في المخيمات. جاءتنا مناشدات من العائلات التي تقطن في القرى والنواحي مدينة أربيل، حيث قام كادر من الهيئة وبالتعاون مع منظمة أم القرى توزيع 200 سلة غذائية على العائلات النازحة هناك. كانت هذه المبادرة يعني بسبب أن معظم العائلات ليس لها موارد مالية، وكذلك هناك أشخاص يحتاجون إلى رعاية خاصة وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، فهؤلاء يحتاجون إلى مد يد العون لهم. هذه مبادرة طيبة جديدة تقوم بها الهيئة بالتعاون مع منظمة أم القرى، ولذلك العائلات قدمت الشكر والتقدير لكادر القسم الإغاثي ومنظمة أم القرى على هذه المبادرة الطيبة. هذا ما كنت سأسألك عنه دكتور أحمد، عن ردود فعل هذه العائلات النازحة حول هذه المبادرة، خاصة نعلم أن هناك الكثير من العائلات المتعففة التي تكون بحاجة لمثل هذه السلال الغذائية لكن تتحفظ عن استلامها في مراكز خارجية. كيف تلقتها باعتبار أن هذه السلة الغذائية وصلتها إلى باب البيت؟ هذه الحملة وهذه المبادرة سابقة طيبة، يعني من المبادرات الطيبة للهيئة وللمنظمة أنها توصل المساعدات الغذائية إلى دور العائلات النازحة. هناك تحرج من قبل العائلات في استلام هذه المساعدات في مراكز مثلا يعني معدة لإيصال المساعدات. العائلات يعني قدمت الشكر والتقدير على هذه المبادرة، وكما قلنا أن هناك يعني أشخاص ذوي احتياجات خاصة يحتاجون إلى هذه المساعدات. العائلات يعني مر عليها أكثر من 3 سنوات، وهذه السنوات العجاف يعني يحتاجون الى الموارد الماليه لي يعني سد النقص الحاصل في المواد الغذائيه. فالحمد لله يعني انجزنا هذه الحمله بفضل الله سبحانه وتعالى، فتلقينا هذا الشكر والتقدير. أشكرك جزيل الشكر المسؤول أو مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.